الخبر الاولي عدنا عن تهجم متابعين باريش دادا على نورمار. وما ليس عن السبب فمثل ما تعرفون المشكله اللي صارت بيناتهم وباريش دادا طلعت تهجم على نورمار وانه ليش وصفه بالخاين، فمتابعين باريش دادا صاروا يتهجمون على اخ مقطع نزل نورمار، ولكن طبعا الجلادين حذفوهم. والى الان نورمار طبعا مرد على الموضوع. اتتوقعون يا حبايبي انه حيرد بالايام الجايه؟ من احبابي بكم تشتركوا بهذا الخبر، هل نور استحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار. فنورمار نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات يقول بها انه الفريق قرروا انه يفتحون قناه جديده، وهذه القناه نزلوا بها مقطع اسمه سبب خروجنا من فريق نورمار. ولكن طبعا يا حبايبي الموضوع كله مقلب ومزح مو اكثر، وراح احطكم رابط المقطع بالوصف، اتمنى وصلوها 100,000 مشترك. اكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو تتوقعون محتوى هذه القناه، وبس راح احطكم الستوريات تشوفوها. بيحكوا لي الفريق انه فتحوا قناه جديده، صح ولا ابو محمود؟ صح بس وين؟ وعم بيحكوا علي شو بيفتركوك؟ مو بعرف تركوني يا زلمه. بتعرف شغله؟ ايه ما اخذوني معهم. اسكت لك انت، اسكت، ارفعوا الشاشه شوفوا الفيديو. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى في نور ستار، فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات ولعلت من خلاله انه راح ينزل مقطع الجزء الثاني من عمليه خشمها، وكاتبه على ستوري الفيديو. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات المقطع من متحمسين اكثر بين نورمار نور ستار. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقه، خوله واخفاها الاسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدها. اما بالنسبه لي انا على السبب فالصراحه ما اعرف، في الان ماكو سبب واضح. اما بالنسبه لدليل ندخل اخر مقطع نزلته ونزل بيه على التعليقات، ونروح نكتب اسم نارين بيوتي، بعد نروح على كلمه الاحداث وانا عمود في التعليق وتعليق الاشخاص اللي لقوا ورايا، بعد ما نفضل بزين نروح نغير الحساب او نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيه على التعليقات ونروح على كلمه الاحداث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر، ونما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وبحركه اخفاء خوله اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدها. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وتهجمه وتهديده لبيسان وانس الشايف. فجوان نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كان كاتب بيها أم اسمع انه في ناس عم تسبني وعم تغلط علي، رغم انه انا سكرت كل القصص من عندي وانا ساكت، ونصيحه لكل شخص عم يغلط فيني انا اضل ساكت، بعرف انه بدكم يعني ارد، ولكن هذه المره اذا ارد راح اسكر كل حساباتكم بالسوشيال ميديا، لانه يا صغار اسم جواني صار له 5 سنين بالسوشيال ميديا، هو اللي طلع هواي من المشاهير وهم يقدرون يدسون على ستوريات ويعرفون شلون كان اصلهم. وبعدين كان كاتب ومشار فهد الزين بعيد عن السوشيال ميديا، هذا اخي الصغير وكلمه اخي يعني عندي خط احمر، واذا ما عرفت او ما فهمت شو يعني ايام راح تعرف. وبالاخير ختم انه طارق ابن اصل وصاحب صاحبه، وقريبا راح يكون اكو شي نار. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم برد محمد جواني وتهديد البيسان وانس الشايب. الخبر الخامس اللي عدنا عن مرسال، فمرسال نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يستهزئ بها بيسان وانس الشايب، اللي هم قاعدين يتكبرون ويقولون على الاشخاص اللي قاعدين يحجون عليهم انه احنا ليش عمود يشتهرون، ويقول لا تنسوا الماضيكم انه هو اللي صعدهم، لمن هو كان ينزل فيديوهاتهم وما كانوا موجودين بالسوشيال ميديا وهو ساعدهم ودعمهم. نحطكم الستوريات كامله. يسعد لي اوقاتكم، كيفكم؟ يا جماعه في شغله خانقتني هيك هون هون بدي احكيها هلا. خلص جماعة، يعني أنا بعمل يوتيوب من 5 سنين، وأحلى شيء إنه في ناس كانوا يتفرجوا علي ويتابعوني ليتعلموا كيف أعمل فيديوهات وسوي فيديوهات وسووا يعملوا صاروا يعملوا فيديوهات، وممكن صار عندهم مشتركين وأرقام أكثر مني. أحلى شيء هلأ إنه عم يجي بيعمل علي مشروع، عم يعملوا علينا مشاهير، قال نحن عم نحكي عليهم مشان ننشر. لك يا حبيبي وين؟ أنا بدي أحكي عليكم مشان ننشر، ما أنا لما كنت سوي فيديوهات أنت كنت عم تتعلم مني، وقت انا كنت جيب مشاهدات انت كان اكثر واحد بيتابعك ابوك وامك واخواتك البنات بس، يعني وبعد هيك ما عندك متابعين. فهلا بعد ما يعني غبنا شوي وتركنا لك المجال فلتنا لك الحبل صرت تساوي حالك مشهور على اللي عملك مشهور. روح حبيبي روح، اي شغلات عملها على الناس الجداد على الاولاد الصغار اللي بتابعوك مو على اللي كبرك وطلعك. بصوا حبايبنا وصلنا لهذا المقطع، قبل ما ننهي المقطع يا حبايب بعد ساعة واحدة من نهاية هذا المقطع راح نفتح بث باليونا، ورابط اليونا راح احط لكم اياه بالوصف، اللي حاب انه يجي راح نحكي اشياء كلش نارية. وبس معكم فايز زين، مع السلامة.